السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM، كما أرحب بزميلي وأخوي خالد النعمة. يا مرحبا ومسهلا بك. يا مرحبا ومسهلا فيك يا فهد، حياك الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة وأيضا متميزة، هذا وإلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات اللي تشهدها مختلف مناطق الدولة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة. حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر تكرم الفائزين بجائزتي أخلاقنا وبراعم الأخلاق. انطلاق فعاليات معرض تمور المحلية الثالث في سوق واقف. إذن كانت هذه المواضيع الرئيسية لحلقة الليلة. ننتقل عندك يا فهد. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك خالد، ورح نبدأ أكيد بموضوعك الأول. نعم. في البداية استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أو الوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب الرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سمو الأمير المفدى وتمنياتهما لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه حمل سمو الأمير المفدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته لهما بموفر الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأفاق تطويرها. كذلك أيضا أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم 48 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي 50، وذلك بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء 26 من شهر أكتوبر. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 56 لسنة 2021 القاضي بتعيين السادة الآتية أسماءهم أعضاء في مجلس الشورى: يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري، سعد بن أحمد بن محمد الإبراهيم المهندي، بادي بن علي بن محمد البادي، محمد بن فهد بن محمد المسلم، محمد بن مهدي بن جيان الحبابي، شيخة بنت يوسف الجفيري، أحمد بن إبراهيم بن راشد المالكي، سعود بن جاسم بن محمد البعينين، سعد بن أحمد بن عبد الله المسند، محمد بن منصور بن خليل آل خليل الشهواني، حمده بنت حسن بن عبد الرحمن أبو ضاعن السليطي، أحمد بن سلطان بن محمد بن صباح العسيري، عبد الله بن جابر بن محمد بن لبدة، عبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي، عمير بن عبد الله بن خالد الجبر النعيمي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. الله يوفقهم إن شاء الله في حمل هذه المسؤولية إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية مثل ما قال أخوي خالد، بالتوفيق إن شاء الله لأعضاء مجلس الشورى سواء من المنتخبين أو أيضا من المعينين. في موضوع آخر وفي جو من الحماسة ومشاعر الفخر والإنجاز، كرمت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الفائزين بجائزتي أخلاقنا وبراعم الأخلاق، وذلك عن مشاريعهم التي تعكس الأخلاق والقيم الحميدة التي يتحلون بها. نتابع معاكم هذا التقرير.
بمشاريع الشباب التي تجسد الأخلاق والقيم الحميدة، كرمت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الفائزين بجائزتي أخلاقنا وبراعم الأخلاق، وذلك في حفل أقيم بالمدينة التعليمية. فاز بجائزة أخلاقنا لهذا العام مشروع غراس المصرفية الذي يعمل على دمج بيئة التعلم مع مجال الزراعة تحت مظلة واحدة، والذي أسسه فريق العنود الكباسي ولولو المسافري وفاطمة النعيمي، حيث انطلقوا في رحلة استكشافية للبحث عن بيئة زراعية مناسبة، فتعرفوا على مساحات مهملة يمكن تحويلها إلى مساحات خضراء تستفيد منها الأجيال القادمة. كما تم توزيع جائزة براعم الأخلاق التي أكملت دورتها الثانية وفاز ضمن الفئة العمرية لطلاب الصف الأول الصف الثالث كل من محمد هلال المهندي ولول وعلي المحمود وعلي فهد السليطي، وعن الفئة العمرية لطلاب الصف الرابع الصف السادس فاز كل من روضة نايف العمادي وعبد الله هلال المهندي وشوق حمد العذبة. أما في الفئة العمرية لطلاب الصف السابع الصف التاسع فقد حظيت الطالبة الجوهرة حسن السباعي بالفوز. أرسلت الوجهة للآخرين أنهم عندهم يعني مثلا هدف أو شيء يطمحون يسمونه، ما بس يعني حلم فيه بكون فيه، يسمونه يخطون له لما يصنونه. أنا الحين أنا خذيت جائزة لأن أنا قلت معلومات عن عمر بن الخطاب، مو بس علشان قلت المعلومة علشان بعد أنا سويتها. أنا خذيت هاي الجائزة لأني أنا أحب الزراعة والطبخ وأحب أني أساعد الناس، ولأني أحب أساعد الناس فكرت وقلت شلون أقدر أساعد الناس بالطريقة اللي أنا أحبها. اسمي العنود الكبيسي وزميلتي فاطمة النعيمي. اليوم اليوم تكرمنا من جائزة أخلاقنا من صاحبة السمو الشيخة موزة، وأكيد هاي شرف لنا وشرف حضورها اليوم عندنا. وترتكز جائزة أخلاقنا منذ انطلاقها عام 2017 على تعزيز الصلة الوطيدة بين الأخلاق والمعرفة، وتسليط الضوء على أفراد مجتمع دولة قطر ممن يجسدون مثالاً يحتذى به في تعزيز التضامن الاجتماعي وإلهام الآخرين من خلال سلوكياتهم وأفكارهم وأفعالهم وسعيهم لدفع عجلة التقدم والتطور الاجتماعي. فعلا يعني هذه الجائزة أحيت في نفوس أبنائنا وأيضا في نفوس النشء الاهتمام بالأخلاق بشكل عام، وأيضا احنا نشوف عيالنا لما يدخلون يعتلون هذه المنصات ويتكلمون بأريحية أو حتى على سجيتهم بالأخطاء اللي يمكن يعني تظهر منهم خلال إلقاء كلمة معينة، ولكن من أجل باب التحفيز ومن أجل أيضا إعادة يعني النظر إلى الأخلاق وبعفوية تامة. فهذا أعتقد هذا يعني شيء بمثابة يعني بشرى سرة لنا كلنا أن الحمد لله هنالك من يعتني بهؤلاء الأطفال. صحيح. هؤلاء المبدعين وعلى رأسهم سمو الشيخ موزة بنت ناصر، ولكن أيضا يعني إحنا لما نشوف عيالنا هذه بمثابة تذكرة لنا أن إحنا لازم أيضا نأكد على هذا الموضوع أهميته، فهد لابد أن نزرع القيم، وأعتقد يعني هذه واحدة من الأشياء المهمة. يطري علي برنامج الدوحة كانت خبر. صحيح. أنت طلعت مرة من المرات أن اللي عندكم في الفريج يروحون يأخذون ويدارسون القرآن، ياخذهم واحد من الناس. شوف هم هذولا ثمرة المستقبل. نعم. هم اطفالك وانت وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يمكن انا باختصر كلام اخوي خالد كفه. نعم. ووفى اللي بقوله، هناك منصات كثيره بجميع المناسبات والمنافسات. صح. اعلاها واهمها الاخلاق. نعم صدق. وهذه افضل منصه. صحيح صحيح صدق. نعم وفعلا يعني هذه هي الرساله اللي جاء بها النبي محمد عليه الصلاه والسلام الى البشريه، يعني وانما بعث لتتم مكارم الاخلاق، فهذه من مكارم الاخلاق. نعم. اذا اعزائي المشاهدين، وفي شان اخر ايضا، زار فريق من اللجنه العليا للمشاريع والارث عدد ايضا من المجالس الاقطاريه اللي متواجده بمنطقه الثمامه، بهدف طبعا تعريف سكان المنطقة بالخطط المتعلقة بافتتاح استاد الثمامة المونديالي، هذا كله بالتزامن مع نهائي كأس الأمير يوم 22 أكتوبر الجاري بإذن الله تعالى. وتناولت أيضا هذه الزيارة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإعلان عن جاهزية الاستاد
وكذلك أيضا التغييرات المؤقتة اللي ستشهدها المنطقة المحيطة به، وتضافر أيضا الجهود مع مختلف الجهات في الدولة لإيجاد طرق بديلة تسهل حركة السكان وتنقلهم يوم المباراة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للمشاريع والإرث. يعني نشوف مثل هذه الاستادات اللي تم افتتاحها، والآن استاد ثمامة راح يفتتح إن شاء الله الجمعة الجاية مو بكرة إن الله أحيانا وحياكم الأسبوع الجاي، يعني أيضا على تراث على قحفية، صحيح يعني تروح هناك تستمتع إن شاء الله. وأيضا المباراة النهائية بين نادي السد والريان نتمنى لهم التوفيق بحضور سيدي السمو أمير البلد المفدى وأيضا الجمهور اللي راح يكون حاضر في هذه المسابقة. احنا ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج ترحيب لحلقة الليلة، ولكن راح نطلع معاكم هذا الفاصل ونرجع لكم، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي قناة الريان الفضائية ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامجكم اليومي ترحيب، والآن ننتقل إلى فقرة أخبار محلية سريعة. والخبر الأول، أعلن مترو الدوحة عن تشغيل خدمات مترو لينك على 3 مسارات جديدة بدءا من تاريخ 17 أكتوبر. وأوضح مترو الدوحة في تغريدة عبر تويتر أن هذه المسارات هي مسار كيوبي الخليج الغربي وخط الخليج الغربي وخط جوعان. أما الخبر الثاني، أطلق الهلال الأحمر القطري قافلة طبية جديدة في مدينة ريحانية التركية بهدف إجراء عمليات في الجراحة العامة للمرضى من اللاجئين السوريين، ذلك بسبب وجود الآلاف اللاجئين في تركيا ممن هم بحاجة إلى رعاية طبية ولا يتحملون نفقات العلاج وإجراء العمليات. وخبرنا الثالث والأخير، أعلنت كوكبة من أفضل السباحين والسباحات على المستوى العالمي مشاركتهم في الجولة 3 من بطولة كأس العالم للسباحة 2021 التي ستقام منافستها في الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مجمع حمد للرياضات المائية. كانت هذه أخبارنا السريعة لهذه الليلة، والآن نرجع للزميل والأخو خالد النعمة في الاستديو. طول بعمرك يا فهد، ما قصرت. إذن أعزائي المشاهدين، وبعد هذه الأخبار انطلقت أيضا اليوم فعاليات معرض التمور المحلية 3 للموسم 2021 الذي تنظمه إدارة سوق واقف ووزارة أيضا البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وبمشاركة أكثر من 60 مزرعة محلية وشركات وطنية. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من هناك نديب قناة الريان جاسر الأحبابي. مساك الله بالخير يا جاسر. مساك الله بالنور أخوي خالد، ومسي على الجميع اللي في الاستوديو، وأيضا مسي على مشاهدينا الكرام بالخير. جاسر، ودي لو تعطيني نبذة. طبعا احنا متواجدين حاليا في معرض التمور المحلية. مثل ما قلت احنا موجودين في معرض التمور المحلية 3 طبعا اللي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف. طبعا هذا المعرض متواجد من اليوم اللي هو 14/10 إلين تاريخ 23 واللي هو يصادف يوم السبت. طبعا يبتدي هذا المعرض من 3 بعد الظهر حتى 4 مساء، ويومي الخميس والجمعة من 3 إلى 10 مساء. نعم طبعا جاسر، كيف تشوف الإقبال هناك على يعني على التمور؟ هل في تنوع أيضا المعروضات اللي موجودة؟ هل هنالك مثلا أصناف جديدة دخلت أيضا في السوق؟ طبعا أخوي خالد، مثل ما قلت هنالك أكثر من 60 مزرعة مشاركة في هذا المعرض، وأيضا الإقبال كبير جدا جدا مثل ما تشوف معي اليوم. وأيضا معنا ضيف لهذه التغطية اللي هو الأستاذ أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، بيحدثنا أكثر عن تساؤلاتنا وبيعطينا معلومات أكثر عن هذا المعرض. حياك الله أستاذ. مرحبا، الله يحييك طول لي عمرك. مرحبا، مساك الله بالخير. حدثنا أكثر عن هذا المعرض وأهم الأمور اللي تحدث حاليا في المعرض. احنا نعتبر المعرض التمور المحلي 3، قطعنا السنه طافت بسبب جائحه كورونا،
لله الحمد لقبال كبير من المزارع المشاركة وأيضا من الجمهور، أيضا جودة التمور في تحسن من أصحاب المزارع لله الحمد. طيب بالنسبة للمزارع اللي مشاركة اليوم، كيف يتم اختيار هذه المزارع، وأيضا هل هنالك شروط لتقييم المنتجات بشكل أدق أو؟ نعم، احنا طرحنا إعلان المشاركة في المهرجان التمور، تم تقديم الطلبات من أصحاب المزارع. بعد ما تم تقديمها أخذنا عينة من التمور نفسها، تم من خلال فحص التمور وأيضا جودة التمور، بناء على ذلك تم اختيار مزارع المشاركة. بالنسبة لتجفيف التمور، أنا عارف أن هذا موضوع كبير بالنسبة للتمور، كيف تتم طريقته أو كيف تتعاونون مع المزارع نفسها؟ احنا للسنة الأولى تم توزيع تقريبا 100 بيت تجفيف التمور بشكل مجاني لأصحاب المزارع، وأغلبية المزارع المشاركة من اللي استلم البيوت. تم عمل يوم إرشادي لهم كيفية استخدام التجفيف، أيضا يوم حقلي من قبل المهندسين المختصين لكيفية استخدام غرف التجفيف. كيف كانت إدارة سوق واقف بالنسبة للتعاون معكم في تنظيم هذا المعرض؟ والله إدارة سوق واقف هم مقصرين معانا، دائما شريك في المعارض اللي تقدمها وزارة البلدية والبيئة، دائما متعاونين معانا ومجتهدين معانا في الموضوع كله. يعطيهم العافية. وأيضا نبي نتحدث أكثر عن الأسعار المتواجدة في هذا المعرض، أسعار المنتجات، هل هي في متناول الجميع أو في اختلاف عن السنين الماضية؟ لله الحمد لله أسعار جميعها في متناول الجميع، أيضا في منافسة بين أصحاب المزارع بالنسبة للأسعار، فبيكون أتوقع دام في منافسة بيكون السعر متناول الجميع كلهم بإذن الله. طيب والإقبال، هل تشوف أنه في إقبال كبير؟ يعني ما شاء الله أنا أشوف عدد كبير من زوار سوق واقف يمرون على هذا المعرض، أول شيء يمرون عليه المعرض هذا. والله الإقبال كثير لله الحمد. اليوم إحنا في أول يوم من المهرجان، تو أعلنوا عن المهرجان، فشفنا إقبال كبير، فالأيام القادمة بيكون أكثر وأكثر إن شاء الله. طيب هل الإقبال، موقع المعرض هل له سبب كبير في الإقبال أو؟ نعم، موقع المعرض وأيضا سوق واقف بالذات ساهم بشكل كبير في عملية الجمهور اللي جاي للمهرجان نفسه. في شيء تبي تقوله للمشاهدين الكرام؟ ترحب بهم بالحضور للمعرض أو شيء؟ نعم، أرحب بالجميع، أتمنى من الجميع يحضر. أول شيء دعم لأصحاب المزارع، وأيضا كلها تمور محلية من صنع أصحاب المزارع نفسهم. ما شاء الله، ما نقول إلا الله يوفقكم ويعطيك ألف ألف عافية على هذه المعلومة. الله يعافيكم. مرحبا. إذن كنا معاكم في معرض التمور المحلية الثالث، مثل ما قلنا المعرض مستمر من اليوم 14 من هذا الشهر إلين يوم 23/10 اللي هو السبت القادم من 3 بعد الظهر، ويومي الخميس والجمعة من 3 بعد الظهر إلى 10 مساء. وبذلك نرجع لكم أخواني في الاستديو. جاسر، بيض الله وجهك، ما قصرت لأنت ولا ضيفك، الله لا يهينكم يبيض وجهكم. مثل ما قال أخوي جاسر، من الساعة 3 إلى الساعة 10 مساء، يعني فيه متسع من الوقت. صحيح. وأيضا نوضح المكان اللي فيه هذا المعرض، اللي في الساحة الغربية من سوق واقف. نعم. اللي فوق المواقف الجديدة، إحدى المسجد اللي هنا، إحدى المسجد. نعم. القديم. نعم، وبالتوفيق. مثل ما ذكروا 60 مزرعة، وفيها تنوع أيضا من التمور، كل واحد يختار اللي يبغي. أعتقد الحين وقت فردة خلاص وفنجان الأشقر. صحيح، وفيها العافية للجميع. اللهم آمين. اللهم آمين. إذن أعزائي المشاهدين، أيضا عندنا موضوع آخر وهو أيضا مهم. يدشن مركز الاستشارات العائلية وفاق الأحد المقبل بإذن الله تعالى الموسم 33 من البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج تحت شعار تأهل وتوكل، الذي يستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وسيشهد البرنامج مشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية، وذلك برعاية الإدارة العامة للأوقاف ومؤسسة تعفيف الخيرية. نعم فهد، طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستديو الأستاذ يوسف السويدي، الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق. في البداية نقول مرحبا ومسهلا فيك، وحياك الله ويانا في ترحيب. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يسلمك. يا مرحبا. طبعا مثل ما قال أخوي خالد، نبغي نتكلم أيضا في البداية عن برنامج وفاق التأهيلي للمقبلين على الزواج تحت شعار تأهل وتوكل. حلو الشعار أنك يعني تأهل نفسك وتوكل على الله، والهدف من هذا البرنامج؟ طبعا هذا البرنامج هو برنامج دوري، صار له تقريبا قائم أكثر من 13 سنة ما شاء الله. وطبعا مثل ما تعرفون الحين هذا الموسم 33 منه، وهذا البرنامج أهميته تنبع
من تحقيق الاستقرار الأسري للزوجين اللي يتأهلون حق الزواج، وهي طبعا من أحدى من أهداف المركز اللي هي تحقيق تماسك والاستقرار الأسري في المجتمع القطري. فلذلك هي أهمية البرنامج تنبع أن نكون حق الزوج حق الزوجين أو المقبلين على الزواج والعاقدين جدد أن نخصص لهم البرنامج هذا ونعلمهم المهارات اللي يستفيدون منها في حياتهم الزوجية، ونعلمهم كثير من المفاهيم ونصحح كذلك المفاهيم المغلوطة عند بعض الشباب في حياة زوجية، وكذلك أن نعطيهم كيفية إدارة حياة زوجية والحقوق والواجبات الزوجية وإيش المسؤوليات اللي تكون على عاتق الزوج والزوجة. نعم، هل أثبتت يعني الآن احنا نتكلم ان هذه الدورة 33، هل أثبتت يعني نجاعة هذه البرامج بالنسبة للمقبلين على الزواج؟ يعني شفت ان فعلا هي أهلت المقبلين على الزواج للتماشي مع الحياة الأسرية بمتطلباتها اللي قد تكون معقدة في بعض الأحيان وينبع منها كثير من المشاكل. كيف تقرأ الموقف يعني؟ هي بالفعل احنا لنا كل بعد برنامج يصير نسوي قياس حق اللي كانوا حاضرين الحياة الزوجية، يكون قياس قبلي، يكون قياس بعدي، يكون حتى قياس بعد سنة أو سنتين من حياتهم الزوجية. يكون متابع يعني. إيه. فيكون متابعات لهم. وبالفعل يعني فضل الله تقريبا درجة كبيرة كانوا نجحوا في بدايتهم حياة زوجية، بداية حياة زوجية بالنسبة للأزواج اللي التحقوا معنا في برنامج المقبلين على الزواج. نعم. مع أن سجلنا نسبة المقبلين عدد بسيط، لكن المقبلين على البرنامج المقبلين على البرنامج عدد بسيط، لكن بفضل الله أثبتوا أن مدى نجاحهم في إدارة حياتهم الزوجية ومدى التوافق بينهم في حياتهم الزوجية، فهي شيء ممتاز. احنا نثبت نتائجه اول باول. احنا نقول دائما يعني في البدايه اللي يقبل على الشيء او يقدم عليه عنده بوادر انه يبغي يستمر. نعم. فمثل ما قال ان اللي يقبلوا على مثل هذه البرامج ايضا لهم ان شاء الله نتمنى لهم حياه سعيده، ولكن بعد انا كشخص او خالد بنروح بنسال من المتخصصين اللي موجودين اللي يعطون الاستشارات ايضا، هذه لها دور، وهل ايضا هناك جهات ثانيه داعمه لهذا البرنامج؟ ايه احنا دائما نستهدف المتخصصين الرئيسيين اللي ممكن يحققون فائده مرجوه حق الفئه المستهدفه اللي هم فئه الشباب مقبلين على الزواج. فكل واحد في تخصصه، احنا عندنا 5 تخصصات على مدار 5 ايام يعني خلال اسبوع كامل، كل يوم نستهدف جانب رئيسي اهم الشباب المقبلين على الزواج. ممتاز. يعني مثلا اول يوم الجانب الاجتماعي بقياده بتكون ديرة ان شاء الله الاستشاريه الاسريه استاذه نوره مناعي، كذلك الجانب النفسي اللي بتديرة ان شاء الله الدكتوره عائشه الثاني، وكذلك الجانب الصحي اللي بديره بالنسبه للرجال دكتور هاني الشامي، وبالنسبه للنساء الدكتوره اماني يحيى، وكذلك الجانب الاقتصادي اللي بديره طبعا الاستاذ معروف استاذ عبد الله المنصوري. نعم. فهذين كلهم بيديرون كلهم في مجال تخصصهم، وما شاء الله يعني مبدعين في مجال تخصصهم من خلال مقاييسنا، ولهم نجاحات كبيره في مجالات. ممتاز. طيب الان لما احنا نتحدث عن هذا البرنامج، هل هو الان البرنامج يعتبر برنامج طوعي يعني مو الزامي يعتبر هذا البرنامج؟ نعم احنا صحيح هو برنامج تطوعي، احنا دائما نحث الشباب عليه من خلال اعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال في وسائل الاعلام الرسميه المختلفه، ونتمنى ونطمح، وهي كذلك قدمنا فيه مقترحات ان يكون الزاميه دورة مقبلين على الزواج نفس ما تكون الزامية الفحص الطبي. الفحص الطبي. فعلى أساس ليش؟ على أساس أنه نتأكد هنا من بإذن الله استمرارية حياة زوجية. صحيح. لأن كل ما كانوا المقبلين على الزواج فئة الشباب والبنات بداية حياتهم الزوجية تأهلوا حق الحياة الزوجية، هنا يكون مدى استمراريتهم ونجاحهم في الحياة الزوجية بيكون أعلى من غيرهم. وأعلى. ممتاز. لكن للأسف إذا ما كان هالشيء يعني، وهاي التجارب اللي موجودة نتائجها خاصة تعرفون أنتم كم نسبة للأسف الطلاق في بداية حياة زوجية في مجتمعنا، نسبة للأسف شبه عالية، فالسبب يعني واحدة من الأسباب الرئيسية من خلال قياسنا للأسباب، واحدة من الأسباب الرئيسية
عدم تأهل الشاب والفتاة في بداية الحياة الزوجية وما أخذوا مهارات زوجية، فهي واحدة من أسباب الأسف اللي توصل لمرحلة الانفصال. نعم، ولكن ما أدري إذا فهد تسمح لي، ولكن الآن لما أجي أتكلم عن هذا الموضوع أنا أعكس لك دائما حجة جدلية دائما ما نسمعها. تعرف أبهاتنا وأمهاتنا الأيام الأول ما عندهم هذا الشيء، وحتى العلم كان عندهم علم بسيط جدا، ولكن استمرارية الحياة أعلى وأكثر وأطول، وامتداد الأبناء تبارك الله تسمع في كل العوائل والقبائل كلها من 8-10 وإنت طالع تبارك الله. لأن قبل شو اللي تغير علينا؟ أنا هذا السؤال اللي محيرني يعني من وجهة نظرك. وايد أشياء تغيرت، يعني السبب الرئيسي نظام الحياة تغير. الحياة السابقة كانت حياة مجتمع صغير، كان مجتمع صغير وكان مجتمع وكان له مرجع، وكان له مرجع. يعني حياتنا قبل حياتنا يوم بداية حياتنا الزوجية كان مرجعنا من أبونا وأمنا والجد والجدة، فهم كانوا مرجع رئيسي. ما كانت الحياة مفتحة، ما كان في أكثر من مرجع موجود قدام الشاب والفتاة، صحيح ولا؟ كانوا مرجع المدرسة، وكان فكان مرجعنا الرئيسي. يعني لو سمح الله حصل أي خلاف بين الزوج وزوجته كان مرجعهم الرئيسي للكبير العائلة، يعني الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، صحيح ولا لا؟ فكان لما يكون في مرجع رئيسي وهدف المرجع الرئيسي الإصلاح، هدف الرئيسي الإصلاح، بغض النظر عن إرشادات اللي يقدمونها البسيطة اللي أنتم تعرفونها. الإرشادات كانت بسيطة، يمكن نقول الحين هي ما تناسب بالمسلمات، ما تناسب حتى. إيه ما تناسب شبابنا الحين، صحيح. لكن الحين المجتمع انفتح، الحياة توسعت، صارت مراجع كثيرة، صار يعني مثلا اوكي مثلا انا الحين صار قراري ما اتخذه من ابوي وامي بس، صار قراري اتخذه من اكثر مكان، صح. يعني من ابوي، من امي، من وسط مثلا التعليمي، وسائل التواصل الاجتماعي، من اصدقاء، من اكثر من ممكن اتخذ فيه، يكون سبب رئيسي او مرجعي لاتخاذ القرار. نعم. هذا اتوقع هو سبب من الاسباب الرئيسيه. أحسن. في للاسف انه خلى الحين للأسف الإرشادات الأسرية قبل كانت وسط، وهي اللي خلانا إحنا ننتخذ الخطوة هذه العظيمة أن نسوي هالدورات التأهيلية للشباب على أساس أن نحميهم من نخليهم يتأهلون صح، ونعلمهم شلون يبدون حياة زوجية مستقرة وسعيدة إلى نهاية العمر إن شاء الله. أستاذ يوسف، طبعا أنت ذكرت في البداية الدورات التأهلية اللي تكون الاجتماعية، اقتصادية، صحية، ممتازة هذه، ولكن أيضا في البداية مثل ما ذكر أخوي خالد يمكن بعد من أسباب الأول ما كان في طلاق، الحين يمكن صارت نسبة الطلاق الأهم ولا الرئيسي اللي هو الصراحة والوضوح. لازم يكون الصراحة بين الطرفين والوضوح، ما ينصدمون في الأمر الواقع. توقعات عالية، توقعات عالية، أمور ثانية، النظرة اللي وصلت للرجل عن المرأة يعني أنها كذا وكذا وكذا ما كانت كذا، والعكس صحيح طبعا. نبغى نعرف أيضا الأساسيات والمهارات اللي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل استمرار هذه الأسرة. احنا دائما نعطيهم أساسيات، الأساسيات المهمة أن أول شيء شلون نعلمهم شلون طريقة الحوار الإيجابي بينهم، صحيح. شلون طريقة شلون يكون الاحترام المتبادل بينهم، شلون يكون العلاقة شلون تكون تواصل بينهم الفعال الإيجابي، شلون يديرون حتى ميزانية الأسرة، صحيح. بشكل عام شلون من اللي يصرف من اللي ما يصرف، تصحيح وايد من المفاهيم الخاطئة اللي عندهم. مثلا بعضهم مثلا يتكلم يقول مثلا دام زوجتي مثلا تشتغل معناته انا مصرف عليها، هي تصرف على نفسها. يعني احد المفاهيم ان نفقة المسكن اي افضل لهم يكون مسكن بداية زوجية مع اهلهم ولا لا. كذلك حتى مستوى العلاقة الحميمية بعد نوضح لهم شو الاشياء الصحيحة فيها، نصحح وايد اشياء ونعطيهم مهارات ان شلون يديرون حياتهم الزوجيه. يعني من بدايه من الاساس شلون يفهمون بعض اكثر، يعني بدايه شلون يكون طريقه الحوار بينهم على اساس يفهمون بعض اكثر، شلون اذا كان بالزوج سلبيه وغير مناسبه للزوجه شلون ندرب الزوجه والزوج على ان يقضون على السلبيه، والعكس صحيح. اذا كان مثلا عند الزوجه سلبيه شلون ندرب الزوج ان
مع زوجته شلون يغلبون على هالسلبيه هاي على اساس تستمر حياتهم، على اساس ان هني ما يكون التوقع مثل ما قلت توقع الزوج في زوجته مثلا انها تكون عندها هالمهارات هذه، لكن للاسف يكتشف انها مش موجوده عنده. نعم. فبعدين يقول خلاص القرار للاسف يكون الاول انا ما ابيها. لا، هني نقول له اذا كان هالشيء صحيح انت تتوقع في زوجتك وايد اشياء انت تساعدها فيها، انت تساعدها فيها. مثلا زوجه ما تعرف تطبخ كمثال، زوجة ما تعرف تطبخ والزوج يبقي ان زوجة تطبخ، لكن يكتشف بعد الزواج انها ما تطبخ. يعني مش معنات ان شلون نعلم اهلهم ان شلون يصير تفاهم بينهم ولحد ما باذن الله الزوجة مثلا تطبخ. ان شاء الله نتمنى لهم اكيد التوفيق وحياة سعيدة ومديدة. طبعا الاستاذ يوسف السويدي الاستشاري الاسري بمركز الارشادات العائلية وفاق، نقول حق المقبلين على الزواج تأهل وتوكل ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى، واحنا نشكرك على حضورك معنا اليوم في الاستديو. شكرا لكم. لان اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الى هذا الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعه حلقه الليله من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أصبح عداؤنا راشد بن راشد الخيارين الهاجري أول خليجي ينهي أكبر 6 ماراثونات في العالم بعد إنهائه مؤخرا ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية في زمن مقدر 3 ساعات و32 دقيقة و29 ثانية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ويعتبر ماراثون بوسطن أحد أعرق وأقدم الماراثونات العالمية تنظيميا، حيث بدأ أول دوراته في عام 1897، وسبق لبطلنا إنهاء ماراثونات عالمية منها طوكيو ولندن وبرلين وشيكاغو ونيويورك، ليكون ماراثون بوسطن 6 المحطات التي يختتمها بنجاح. يا خالد. نعم فهد، ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف البطل راشد الخيارين أول عداء خليجي ينهي أكبر 6 ماراثونات عالمية. أول شيء نقول مرحبا وسهلا فيك وحياك الله معنا في ترحيب. يا مرحبا بالبطل راشد. الله يحييكم. يا مرحبا يا راشد. والله يستاهل كلمة بطل راشد. والله يستاهل. مشرفنا. نعم. وماخذ يعني من أفضل 6 ماراثونات في العالم، يعني ميدالية فيها 6 ميداليات مشبوكة مع بعض. نعم. هذا فخر لنا يا راشد، ونرحب بك صراحة ويسعدنا أنك تكون معنا في ترحيب. نعم. في البداية يعني في مثل هالفوز أكيد السؤال اللي بيطرح أو هو اللي بيطرح نفسه هالسؤال، شعورك بعد فوزك وتحقيقك مثل هاي الماراثونات؟ طبعا الرحله يعني كانت طويله، يعني السباق على ما قالوا السباق يمكن هذا الاسبوع اللي طاف، لكن الرحله بدات من 2017. ما شاء الله. الهدف يعني انك تشوفها بعد 4 سنين يتحقق قدامك. طبعا فرحه لو توصف. صحيح. خصوصا العام يعني مع جائحه كورونا وكنسلت السباقات، كانت في نيه اني يعني الماراثون الاخير كان يكون العام الماضي، لكن سبحان الله رب ضارة النافعة يعني. صح. صادف هذا الإنجاز مع سنة الثقافة اللي قطر تحتفل فيها هذه بين قطر والولايات المتحدة. السباق هذا يعني لأول مرة يقام في الخريف، مثل ما تفضلتوا أن هذا السباق صار له 125 سنة يقام. ما شاء الله. وهذه اللي أول مرة أنه يقام في أكتوبر، فيعني هذه نسخة استثنائية. نعم. واجهتها كثير من التحديات، فتعرف لما الإنجاز يكون مصحوب بتحدي كلها طعم خاص. صحيح صحيح. فغير هذا أن يعني لين قبل أسبوع من السباق يعني كنت داري أنا بكون أول قطري إن شاء الله إذا تسهلت الأمور. لكن شفت أنه لا، يعني قطر راح تكون أيضا أول دولة خليجية، فيعني هذا الشيء يعني أسعدني أنه يعني حتى قبل ما أبدأ السباق قاعد أشوف أنه لا يعني حافظ يعني حافظ، وأنه إن شاء الله يعني هذه إنجاز تاريخي راح يكون قطر. نعم. يعني قطر عاصمة الرياضة، وهذا الشيء راح يحسب. نعم. لقطر قبل لا يحسب لراشد والأسرة الرياضية. صحيح. الله يبيض وجهك. صحيح. راشد، أنا ودي أسألك الآن، كل إنسان في الحياة عنده حلم وهدف. صحيح. الناس منها يبغي يكون مثلا غني، واحد يبغي يكون مستقل، والآخر يريد أن يكون بطل. شنو الهدف اللي تبي تحققه؟ ماذا بعد هذا الفوز؟ وين يبغي يروح راشد؟ راشد والله يعني كانت رسالته من أول ما بدأ في الماراثون أن الرياضة يعني أول ما بدينا دائما أي حد يمارس رياضة دائما لازم يكون فايز بمركز، لازم يكون في المنصات، لازم يكون متوج بالذهب الفضة البرونز.
فالناس صار عندها يعني توجه انه اذا انا ما بجيب مركز فخلاص لا مارس رياضه. وهذا للاسف يعني مفهوم خاطئ يعني. صحيح. كان اول ماراثونات بالنسبه لي كانت ماراثون لندن، شاركت فيه في حمله لتوعيه بالسرطان، واخر سباق جريت فيه اللي هي لتوعيه بمرض الكبد والكلى ايضا. فالرياضه يعني قبل ما تكون هي منصه وتنافس بين عدائين او رياضيين، كثر ما هي اصلا ان الانسان هذا الشيء راح يكون حافز له أو استثمار في صحته. فأنا صحيح. هذه الرسالة وهذا الشيء اللي أنا أحاول أوصله يعني إنه ممتاز. وحلو يعني الرسالة توصل بإنجاز يعني. صحيح. لأنه صعب إنه واحد يركض ولا ينجز بس الرسالة ما راح توصل. أنا كان يعني أبي أوصل هذه الرسالة بإنجاز وبصدى أكبر وأوسع إنها تكون على نطاق أكبر. فالحمد لله يعني نتمنى إن الرسالة تكون واصلة وان الرياضه ليست حكرا على احد. صحيح. هي نمط حياه وهي راح الفايز في الاول والاخير هو الشخص نفسه الانسان. يمكن نفسه. في مقوله مشهوره الرياضه للجميع. نعم. ورسالته يعني مثل ما قال الصوره عن ألف كلمه يعني. نعم. وصلت الرسائل هذه. لكن نرجع ايضا للماراثون راشد، يمكن الان بعض المشاهدين يسمعوا كلامك اللي من البدايه يقول شلون راشد شارك في الماراثون 2017 يتتوج في 2021، الماراثون 6 ماراثونات كل ماراثون في قارة، أيضا يهدف إلى نوعية وتوعية علمية ثقافية صحية. صحيح. يعني نبقى نوضح إيش هالماراثون. هل أنا يعني شاركت 2017 أقدر أوقف سنة وشارك سنة ثانية؟ نوضح هذه المعلومة. صحيح. يعني مثل ما أنتم شايفين في الميدالية يعني فيها 6 دوائر، هي هذه تعتبر من أعرق وأكبر الماراثونات على مستوى العالم. ماراثون لندن، ماراثون برلين وطوكيو، وثلاثة منها في أمريكا، نيويورك، بوسطن، شيكاغو. هذه الماراثونات تقام سنويا على مستوى العالم، ولحصد هذه الميدالية يلزمك أنك تركض مسافة 42 كيلو لكل سباق، لكل ماراثون، كل سباق. يعني رحلة إعداد تتكلمون عن من 5 إلى 4 شهور إعداد قبل الماراثون، تروح تنجز السباق. يعني مرحلة التقديم للسباق نفسها يعني هي تحدي. يعني مثلا ماراثون طوكيو يوم سجلت فيه كان عدد اللي مسجلين في السباق 350 ألف. نعم. اللي مقدمين على السباق قبلوا منهم فقط 30 ألف. من 350 فقط 30 ألف اللي قبلوهم. فأنك تدخل السباق بحد ذاته هذا تحدي. تدخل السباق نفسه عندك 6 ساعات لازم تنجز فيها السباق، ما أنجزتها ما يعتبر أنك خلصت السباق. يعني هو الجري مقرون بمدة زمنية لازم بمدة تخلص زمنية. فيها إيه؟ يعني هو تحديين، التحدي الأول أنك تدخل السباق. يعني مش أنت اللي قاعد تقدم، معك 300 ألف قاعد يقدمون، يأخذون منهم 30 ألف فقط. هذا إنجاز. وبعدها تدخل السباق وتنجزه، هذا يعني نجاح. نعم. آخر. ف مثل ما تفضل تتكلم على هالميدالية. بس هذه الميدالية وش هي؟ 6 شعارات أعتقد، ولا وش هي؟ 6 مدن. هذه ست مدن عالمية اللي تقام فيها الماراثونات الكبرى. زين، اذكر لي مثلا هذه المدن. إذا أنا ما أشوف. طيب، هذه نيويورك. زين. وبعدها عندك مكتوبة المدن، المشكلة ما تبين من عندي عدل. أي. لندن، برلين، شيكاغو، طوكيو وبوسطن. نعم. يعني كل دائرة تمثل مدينة. تمثل مدينة معينة. الميدالية هذه تاخذها بمجرد انهائك اخر سباق. فانا هذه الماراثونات 3 منها انهيتها في 2018. ما شاء الله. 2 منها اللي هم طوكيو وشيكاغو 2019، وبوسطن اللي هو مؤخرا خلصت، اعطوني ميدالية السباق اللي هي الميدالية هذه. نعم. وتقريبا بعدها يمكن ب 20 متر توجوني بهذه الميدالية اللي هي تتوج انهائي 6 ماراثونات العالمية. زين، وهذه الميدالية اللي في يدي الحين اللي في يد فهد، هذه ميدالية السباق اللي جريتها آخر شيء. آخر سباق. أي، فكل سباق تجري يعطونك ميدالية خاصة بإنهاء السباق، أن أنت انهيت هذا السباق. إذن هذه هي التتويج. أيوة، وهذه تثبت أن خلصت كل سباق من هذه الستة. وإضافة إلى هذه الميدالية الكبيرة، وحتى موضح فيها يعني الميداليات الخمسة الأخرى موجودة، لكن هذه اللي يعني اللي جبتها عشان بس العرض. هذه نعم. هي أهم شيء الرئيسية الكبيرة. الله لا يحرمني أشوف خالد إن شاء الله لابسها. منو خالد؟ أنا أنت وين يا فهد؟
احنا نتسلع عن الطموح. هذا الطموح، هذا الطموح. لازم يكون عندك طموح. طموحي غير طال عمرك، طموحي غير. الله مشجع انت. شوف انا اشجعكم، بعلق على الموضوع. الله يوفقكم ان شاء الله. انا طموحي في العلم طال عمرك، بعيد عن الموضوع هذا. بس شوف انت ذكرتني بمقوله الله يسلمك، كنت في مره من المرات في احد المستشفيات يعني برا الدوحه، فكنت اشوف مكتوب على الريسبشن هناك مكتوب رانينج از ميديسن، ان الجري هو دواء. وفعلا هو الجري هو دواء، كثير من الدراسات تقول هذا الكلام. ولكن يمكن احنا نستغل الوجود ايضا، مو كل واحد باستطاعته انه يركب. صح. احنا ناكد على موضوع المشي، نمشي يا جماعه الخير قدر المستطاع. فهذه يعني نقول ان هذا يمكن يكون الدواء الجديد اللي احنا محتاجينه، واحنا داخلين على فتره الشتاء وعندنا طال عمرك، المفروض تسوي لنا نفس هذه الحملات التوعويه اللي قلت، تمشي تركض وتمارس فيها وتشجع هالقطر مره ثانيه يدخلون في هذا الجو، بعيد عن الاجواء الداخليه اللي هي مثلا المجمعات وكذا، هذه وقت الصيف. واعتقد الحين نعم. يعني اللهم لك الحمد اذا قطر هي اول دوله في العالم خصصت يوم للرياضه، للرياضه اجازه. والان نشوف المسارات والطرق اللي سووها حق الرياضات، ممارسه الرياضات، سواء كان في حدائق عامه مفتوحه او حتى الشوارع الرئيسيه. نعم. ايضا بتساعدكم انتم كرياضيين يعني اعدادكم كبدايه ينطلق من هذه المسارات. لا فعلا فعلا هذا الشيء ساهم، يعني مثل ما تفضلت الرياضه دواء، يعني خصوصا العام الماضي يعني الرياضه كانت متنفس للكثير يعني. صحيح. شفنا ما شاء الله يعني قفزه نوعيه. نعم. في الوعي الرياضي والاهتمام بالرياضه. وفي مقوله يعني الحياه مو بسبرنت، الحياه ماراثون يعني. صحيح. في ناس ماراثون في العلم، في ناس ماراثون في الاعلام، ناس ماراثون كل. صحيح. يعني في يمشي في مسار وفي مجال وفي. صحيح. تحديات وصعوبات يعني. نعم. وانا الامانه كانت بدايتي مع المشي يعني. وبديت شوي شوي اتطرق يعني مشي جري، وعقب جري قمت اتدرج في المسافات الى اني وصلت مسافه الماراثون 42 كيلو. ما شاء الله راشد يعني، مش في يوم وليله يعني. اكيد ما راح اجي بسيط اذا بيسمح لي خالد يعني. تفضل. مثل هالسباقات يعني نشوف احنا صمله يعني يومين او يوم ونص او على حسب، وعندهم يعني مناخات مناخ مختلف. صح. لكن مثل هالسباقات واكيد الاجواء تختلف من قاره الى قاره، من مدينه الى مدينه، والاجواء مختلفه ايضا في البراد. صحيح. نقول اعدادك انت يا راشد. صحيح. تعد نفسك في قطر، هل تعسكر برا؟ انت ذكرت انه يمكن 3 أو 4 شهور تعد، لكن وين في الاعداد؟ يعني مثل ما ذكرت ان ماراثون بوسطن هذه السنه كان في اكتوبر لاول مره، فيعني هذا انه لازم الاعداد يكون قبل الصيف. ويدخل عليك الصيف. صحيح. فهذا تحدي اخر. فمن هذا المنبر اوجه شكر حق اكاديميه سباير اللي يعني استهلون. يعني استقبلوني وقالوا بالعكس يعني انت قاعد تقدم رساله للاجيال. صحيح. هم يعني على ما قالوا اسباير تو انسباير، اسباير لتلهم الاجيال، لتلهم الاجيال. صحيح. ايوه. صحيح. فقالوا انت بالعكس يعني يعني فرد من المجتمع على راس عملك، انسان عادي لك حياتك الاجتماعيه. فهذه رساله ان يعني ان توصلها وما خيبتهم يعني. كان تحدي يعني الحمد لله. الاعداد والمعسكر مثل ما تقول كان في الدوحه يعني، اذا نشوف انه كمعسكر ممتاز. بس كل سباق سبحان الله يعني، يعني في سباقات احيانا تكون ورا بعض الاعداد لها يكون سهل، لكن في سباقات اخرى تكون متقطعه فتره طويله. متقطعه. فانا يعني هذه الرحله بدت من 2017، فكل سباق كنت احتاج امر 4 شهور اعداد واشارك. نعم. في ناس الحين ما شاء الله يعني سباقات ورا بعض، ف الانجاز تعرف لما يكون على مدى طويل. صحيح. صح. الاجواء مثل ما ذكرت، الاكل، فرق التوقيت، هاي كلها يعني يعد من التحديات. المسار نفسه بوسطن يعني يعد من اصعب المسارات. يعني منحنيات صعودا وهبوطا، توصل خط النهايه يعني رجلك يلا تمشي، لكن الحمد لله الله قوانا وجبنا رقم شخصي ولله الحمد يعني. لاحظنا يمكن في الصوره على الزفلت والاشياء القاسيه اليابسه تتاثر هذا. نعم. لكن مبارك لك هذا الانجاز. الله يبارك. نعم. وقبل ان ننهي بشكل سريع. نعم. شفنا الان الانترلوك وشفنا ايضا الزفلت، ايضا هاي تاثر على الساق، ولكن المسارات او الماراثونات الثانيه في الدول الثانيه هل يكون فيها في قابه، يكون فيها رملي، يكون فيها عشبي؟ هي كلها تكون هذه يسمونها ماراثونات طرق. في المدينة يعني يخلونك تشوف معالم المدينة كلها. يعني كأنك قاعد تسوي سياحة وانت تركض. نعم. ممتاز. تمر على أغلب المعالم 42 كيلو، وانت قاعد تتكلم عن مسافة كبيرة تطلع من كتارة إلى استاد البيت.
نعم. ما شاء الله. يعني هذه تقريبا مسافة 42 كيلو. نعم. ولكن مش مسار مستقيم. مش مسار مستقيم. بوسطن كان مستقيم لكن المدن الثانية لا، يعني على شكل دائرة تأخذ لفة في المدينة تشوف الأبراج وتشوف المعالم وترجع مرة ثانية. ما شاء الله. أنا أحييك طال عمرك على هذا الطموح يا راشد، وأنت فعلا بطلنا وإحنا نفخر فيك، وإن شاء الله يا رب أن يكون لك نصيب أيضا من يعني الألعاب اللي راح تكون عندنا في 2022 في كأس العالم، وهذا باب من أبواب الطموح، أتمنى تستمر عليه. وأذكر هذه المقولة أو هذا بيت الشعر في كتاب كيف تكون أعلى من السحاب، يقول فيه الشاعر: سألت الأرض وقالت يا أم هل تكرهين البشر، وبارك من الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. فهو الأمر في التلذذ بركوب الخطر، هنا صحيح. يصبح الفارق بين الناس ويجازى كل إنسان ولكل مجتهد نصيب. فشكرا لك على وجودك اليوم معنا في الاستديو، ومن الأبطال نهاية أسبوع سعيدة لكل الجمهور. إذن بهذا نكون وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. كلمة عندك فهد. عقب كلامك ما بكلم، بيض الله وجهك لخلوة العدم. بطلنا راشد الخيارين، أول خليجي ينهي أكبر 6 ماراثونات عالمية، لا هنت، والله يوفقك إن شاء الله أيضا في المستقبل. نشكرك على حضورك ترحيب، بيض الله وجهكم، ونشكر قناة ريان وبرنامج ترحيب على هذه الاستضافة، وما هي غريبة عليكم. نشكر على واجب حق من حقوقكم، هذا يمناك لإجابتك إلى هذا الاستديو. طبعا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إن الله أحيانا وأحياكم، موعدنا الأحد إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، ثمان الله.